السلام عليكم، عبد الحليم شاكر، تاجر بسوق الهديم، بائع توابل الأعشاب الطبية ورئيس جمعية تجار بن منصور للتنمية والتضامن. الحرفة ديالنا هي حرفة يعني تاريخية وقديمة، فيها مجموعة من التوابل، يعني مجموعة من الأشياء مختلطة. مثلا الحرفة ديالنا مرتبطة بالأعشاب الطبية، الحرفة ديالنا مرتبطة كذلك بالتوابل، مرتبطة بالزيوت، مرتبطة بأملو، مرتبطة بالذاكرة الطبية الشعبية. يعني زمان ما كانش كما نقولوا لا فارماسي، كان العشاب هو الوسيلة اللي من خلاله يعني تيمشيو الناس لعندو اللي صاب مغص. طبيعة الحال كاين كتب الطب وكتب الأعشاب، وكاين يعني كتب قديمة، الناس تمشي للعشاب لأنه تيبيع ديك العقاقير اللي مفيدة في مجموعة أمراض وما إلى ذلك. للأسف الآن يعني هذا الدور هو غير منظم وغير مقنن. الان كاين البحث العلمي، كاين الجامعات اللي تدير بحوث في هذا المجال، بقي منحصر الدور ديال الاعشاب فقط في بيع الاعشاب اللي هي ضروريه واللي الفائده ديالها واضحه. ولهذا مثلا الزعتر، فليول، خزامه، ازير، باديانه، يعني النفع البلدي، المسكه الحره، هادو الفوائد ديالهم يعني واضحه. اما بالنسبه للتطبيب فنظن ان الاعشاب ما حقوش يمارس هذه المهنه. علاش؟ لانها الان ولات بضوابط والعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تيقول لا يمكنش الانسان يتطبب من غير طب، يعني خص الانسان يكون قاري. الاسلام تعلمنا اننا نكون اكاديميين في البحوث ديالنا، ما نكونوش عشوائيين. ولهذا تنتمنى وتنادي اخوتي العشابه والعطاره انهم يعني ما يدخلوش في مجالات اللي هي في مجال الطب الا بعد ان يكون بعد الدراسه، لان هذا مجال معقد ومرتبط بصحه الانسان، وجسم الانسان هو مقدس عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجب العبث به. الخلطات، كاين مجموعه خلطات مشهوره تاريخيا. كاين الخلطه ديال التبريم، هذا الحمام، واحد الكوماج يعني فيها الشيح، فيها الورد، فيها الخزامه، فيها ازير، مهمه هذه الحمام اللي يعني تتحيد تصبغات الجلد. كاينه خلطه تساقط الشعر اللي هي مهمه ومعروفه زمان، بحال حبه راس، بحال القرنفال، بحال الحرمال، بحال الزاز، بحال الريحان، هذه وصفه يعني معروفه ومهمه يعني للشعر. كاينه بعض الخلطات ضد تصبغات الوجه، يعني ربما الانسان تيديروا النيله الحره، النيله الصحراويه ولا النيله الفاسيه، وتيديروا مثلا تيديروا شويه ديال الحمص مدقوق، شويه ديال الرز مدقوق، هذه وصفه ديال تحيد تصبغات الوجه. وكاين بعض الوصفات اللي غاز تحارب الغازات، غازات لكن بعض الغازات اللي تتكون معروفين الغازات تتصاب بهم الانسان خصوصا في واحد السن معين. كاين الكرويه، كاين النافع، كاين ازير، هادو مهمين اللي تيعالجوا يعني تيعالجوا هاد، وهاد وصفات معروفه ما فيهاش شي انسحابات جانبيه ومهمه. كاين اللي عندنا في هاد الحرفه هي المشاكل ديال المعرفه، يعني الانسان خصو يكون يعني كل انسان يكون يعني خصو يكون باحث، يعني اللي خصو هاد التجاره ما تبغيش الاميه، ما تبغيش الجهل. اي مجال الان تبغي المعرفه، اذا المعرفه هي عدوه الانسان. فاش ما تلقاش يعني التاجر مثلا قاري وما تلقاش عنده بحث والمام بحث العلمي، تلقى مشكله الصراحه، لان خصوصا هذه الحرفه مرتبطه بصحه الانسان. فالانسان خصو يكون عنده عقليه البحث وعقليه اكاديميه وعقليه ديال المطالعه وعقليه ديال الاستفاده من مجموعه امور، يعني باش يحقق واحد امور ايجابيه. كبير، كاين فرق كبير. زمان قلت لك كانت مركزيه، كانت هذه الحرفه تعتبر هي الطب، يعني كاين اي مرض وقع فيه الانسان كان يمشي عند العطار. حتى لاحظتي حتى الغناء والانشوده القديمه كان فيها العار عليك يا العطار، لانه كان واحد الدور محوري. الان العار عليك العلم والمعرفه، ما بقاش عار عليك يا العطار. العلم والمعرفه هي اساسيه باش الانسان يعني يبحث على بعض الحلول للمشاكل الصحيه ديالو. والان في العالم الطب البديل راه ولا مهم، هذه الحرفه عندها دور، ولكن باطار نقولوا المعرفه. لما كانتش المعرفه غتولي دمار، واللي الانسان والعمران هذه الحرفه خصها المعرفه. الصراحة أغلب العشوب ديالها تيجيو من الصحراء، يعني الرشيدية والريصاني والنواحي، عندنا شوية ديال أزير، ولكن الصراحة ماشي مدينة الأعشاب، مدينة الخضروات ومدينة الفواكه. بالنسبة لأغلب الأعشاب الطبية تجي من الصحراء، تجي من المناطق الحارة، هو ما نقدر نطعن حتى في شي حد، ولكن نتمنى أنهم يعني ما يمشوش في أمور اللي خارجة الإطار، لأن كاين البعض تيمشي للشعوذة، كاين البعض تيمشي لبعض الوصفات اللي هي غير معروفة. كاين البعض اللي تعتمد على الذاكره الشعبيه، يعني شي حوايج داروا زمان وفادوا، ولكن راه الجسد الانسان تيتبدل، وماشي ضروري شي حاجه كانت زمان ممكن انها تنفع دابا.
الناس عزاز عليا وتنبغيهم. لا بصفه عامه ماشي، ولكن ماشي كلهم، يقدر الانسان لا اي انسان مش مفيد ولا ماشي مفيد. صعب جدا اني نحكم عليهم بطبيعه الحال، لان يعني هما عندهم بعض الامور اللي مرتبطه بثقافه الصحراء، بحال تكبير شي مسائل، وهذه الثقافه مرتبطه بالعالم بالمناطق الصحراويه، هما تعتقدوا انها مفيده، وبالنسبه لي انا ما تنعتقدش انها مفيده، ولكن دوك الناس عزاز عليا وتنبغيهم تنحترمهم. كلمه اخيره، نتمنى ان المواطن المغربي ما يبقاش يثيق يوتيوب بزاف، ما يبقاش يقيب الوسائط الاجتماعيه بزاف، يعتمد على التدقيق ويشوف الناس اللي قاريين المعرفه الحقيقيه. كاينين دكاتره تبارك الله عالميين في مستوى، معروفين على الانترنت، معروفين بالمصداقيه ديالهم، ياخذوا منهم الوصفات. ماشي تلاقيتي مره في الطوبيس ولا في الطاكسي ولا في الحمام قالت لك سيري ديري، هذيك هي اكبر جريمه ترتكبها المراه ولا الرجل في حق الصحه ديالو، هو تسمع ثقافه غير سمع، لا ثقافه بحث ودقق، لان هذه صحتك، والجسد عند الله مقدس من الكعبه، جسد الانسان قالك الله مقدس من الكعبه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.